واش الاصدقاء كديرين بخير؟ معكم سيمو من شريفات. اليوم فلوق جديد ما عرفتش غندير فيه. المهم دابا غادي نطلع واحد الصاد صاحبي ومن بعد غادي نتحركوا انا وياه لواحد البلاصه نشري شي حوايج. راه كنتحرك بالفيلو الكتريك حيت الموتور ديامات هذه بالنسبه لي ما خدامش. كنفضل نمشي بلو فيلو شي يعني ما كيبرز حتى حتى واحد. المهم نمشيو نتلاقاو الصاد ومن بعد نكمل. اجواء رمضانيه، انا مشيت عنده هو جا عندي، تخالفنا في الطريق دونك غنتلاقى دابا في واحد الرون بوان. كاين هنا انا في الرون بوان كنتسناو فيه ومازال ما جاش. اسعد الساعه الساعه ناس ما كيداير صافا مالك اخويا تعطلتي علينا اليوم. ايوا عمو انا صايق بيد وحده. عبد المؤمن شداد بشري شا قلنا اخو انا دابا خصنا فين نحطو هادشي اللي راكبين عليه عند هاد السيد هذا باركيو هنا. بون احنا جينا ديكاتلون، كاينين غتمشي للبلاصه ديال لي فيلو، كاينين لي كونتور ديال لي فيلو، كاين هذا 500 وكاين 100 وكاين 120. انا خديت هذا 100 لي 100 فيل بالفيل، يعني هاد جوج 120 و 500 100 فيل، هذا بالفيل كيدير 119 درهم. هذا هو اللي خديت. خرجنا من ديكاتلون خدينا هذا 100 ديكاتلون عبد المؤمن. باي باي. غنطلعو دابا للدار غنقاد شي حوايج تما في الموطور وغادي نوريكم اللعيبات كاملين ان شاء الله. أناس مشى علينا خصنا نلحقو عليه. غنمشيو مع الترام. اش هو غادي في جهه وانا غادي في جهه. يلا أناس يلا عبد المؤمن. صراحه كازا كتكون مشمشه كتكون زوين. المهم غنطلعو للدار غنركبو داكشي اللي شرينا شوفوا داك الشيء واش يطلع مزيان ولا لا. واي دابا غنحاول ما نبقاش نلح عليه الزبله صاحبي في الارض. المهم هادو هما اللعيبات اللي فيها هادو كاملين. دونك عندنا مانيوال ديتيليزاتور، هاد الكارطونه زايده، هادو الكونتور، هاهو الاخر كيبان هنا. معرفتش فيها حجرة ولا لا، تكون فيها شي حجرة. حليت هادي، اشنو لقيت فيها؟ لقيت فيها كونتور اللي بالخيط، وهادي هي البلاصة اللي كيركب فيها بالخيط، وعندك هاد السنسور هدا، وكيعطوك ربعة ديال هاد السماطي هادو، وثلاثة من هاد لي جوان طوريك. وهاد البياس هادي بلاكوم، وعندك هذا اللي كي العيار اللي كيخدم مع هاد السنسور هذا. دونك هادي كتكون نورمالمون كتركب هنايا اللور ديالها هنايا، وهادو هما اللي كيشدو هاد البياس هادي في الكيدون. دابا غنحاول نركب هادو نشوف شي فادي كيفاش نركب هادي نركبها هنايا، حيت هنايا عندنا واحد الثقبه شتو
هاد البلايصه هادي خصنا نفكروا كيفاش نركبوا هادي وما تشوش حتى شي حاجه ومن بعد باش نركبوا داك العيار هو السنسور هذا خصو يركب هنا. ديك الساعه غندور الخيط هنايا ونخرجوا من هنايا ومن بعد نانستالي داكشي ديالي. دونك تاخذ هذا ما هو نورمالمون عندك هاد لي دو بوين هادو هما اللي غيجي بحال هكا يعني لتحت باش تقرا انت خصو يجي بحال هكا. دونك لي دو بوين كيجيو لتحت كتركبو جنب من بعد كتجي كدور على الكيدون جوج دورات باش خيط من بعد كتاخذ هاد الجوان طوري كان عندك ثلاثه العبارات العبار كل كيدون على حسب الغلط ديالو على حسب جوان طوري من بعد كتجي كتركب هنايا كتجي عاوتاني من الجهه الاخرى كتركبها صافي هو راه كيشد بلاصتو. من بعد نهبطو هاد الخيط هذا من هنايا وندوزو من هنا ونعاود نركب هاد اللعيبة هادي ديالي ماشي يجي داكشي اون كاستري. المهم نركب هادي ونركب هادشي كامل ويبقى عندي الخيط هذا خارج من بعد نشوفو هاد القضية ديال فين يركب هاد السنسور هذا اللي نورمال دوينا عليه. بون كونتور راكب الخيط دايز دار هنايا من بعد هبط دخل من هنايا داز من تحت هادي من بعد خرج من هنا. دابا غيبقى لينا هاد السنسور هذا الضو غيبقى لينا هاد السنسور خصنا نركبو ليه هاد السماط هادو اللي جاو معاه تقريبا في داك لو كيت كيعطيوكم كلشي خصني نفكر كيفاش نركبو هنايا ونركب الاخر العيار. دو ستراب من هنايا لي ستراب لي ستراب راه هما هاد هادو هما لي ستراب هاد جوج كيعطيوك ربعة هما في الباكي انا جوج درتهم هنايا ومن بعد فيكسيتو مع هاد الاخر ديال هاد القنج باش يشد حيت راه عندنا خوي شتوها هاديك خوي ما عندش هذا فين يشد من هاد الجهة. دونك شنو درت فيكسيتو مع هاد الكوان هاد صافي وغنزير هاد لي ستراب ويبقى عندي هاد الخيط هذا غندير ليه شي ستراب اخرى هنايا ومن بعد نطلع داكشي اللي بقى الفوق. بون كلشي انستالا خيط درنا ليهم لي ستراب خصنا نقطعوهم بقات لينا حاجه وحده هو هاد ليمو هذا غنلصقو هنايا ومن بعد نتيستي الموتور ديالي واش خدام ولا ما خدامش لي كونتور. ليمو ما خصوش خصو يدوز شويه قريب عليه ما خصوش يدوز بعيد بزاف على هاد السنسور ديالو. دونك دابا بقى لي نشعلو نحيدو لي هاد البلاستيك هادي اللي دايرين اللي هما هنايا. الطريقه كيفاش كتشعلو عندك هاد البوطون الفوق كتبقى مورك عليها ورك. دونك عندنا 0.0 كيلومتر المهم انا غنتيستي بعدا وديك الساعه نشوفو نقادو لي باراميتراج باش يعطينا كيلومتراج اكزاكت. باش يجي داكشي ناضي غنوريكم دابا لي باراميتر اللي فيه ولا لي زوبسيون اللي فيه. عندك هذا كيلومتراج انستونطاني يعني وقت كتكون غادي كيبدا يحسب شحال الكيلومتر من بعد. عندك كيلومتراج موين يعني شحال مشيتي موين من هذيك الفيتاس كامل اللي درتي. عندك هذا كيلومتراج شحال قطعتي حنا يلا قطعنا 996 متر ومن بعد كيلومتراج توتال يعني شحال ضربتي في لا توتاليتي ديال الكيلومتراج بحال نقولوا تريب 1 وتوتال ومن بعد عندك 7 وكترجع عاوتاني لداكشي. حنا ندخلوا دابا ل 7 كتورك بهادي باش كدير اوكي وهادي باش كتسويتش. عندك التوقيت راه ديجا حققتو باش تحققو كتورك على اوكي الفوق من بعد كتعزل 12 ل 24 انا داير 24 من بعد كتقاد هادي كدير اوكي كتقاد من هنا وكدير اوكي اوكي دونك دون يعني مزيان. من بعد عندنا العبار ديال الرويده بحال دابا عندك رويده 16 بوس 18 17 المهم نوريكم هادشي. انا داير 1675 غنوريكم كاينه 16 بوس رويده 16 بوس كاينه 20 كاينه 24 26 27 ونص 28 29 و 650 و 700 نديرو بار اكزومبل شحال قلنا هذا نرجع الاوتر 1675 هاد 1675 هي اللي عبرت انايا كتقدر تدخلها مانويلمون يعني الا ما عندكش العبار ديالك هنايا ما عندكش بحال دابا انا عندي 17 في الرويده وهاد 17 ما كايناش فهاد لي باراميتر هاد ديال شحال عندك في الرويده جونغ هنا 24 انا ما كايناش 17 يعني شنو كدير كدير اوتر
فاش كدير اوتر كيعطيك الميليمتر، وانا نشرح لكم هذا الميليمتر ديالاش. دونك كيف كتشوفوا في المانيوال ديوتيليزاتور عندنا هاد لابارتي هادي ها هي اللي مختصه بالكيلومتراج. دابا الا ركبتي كونتور، اي كونتور جيتي وركبتيه ديريكتومون هنايا وبديتي كتحسب، تقدر ما يعطيكش اكزاكتومون شحال كيلومتراج بالدقيق، يعني خصو يعطينا داكشي جوست، فهمتوا؟ باش يعطينا داكشي جوست خاصك تدخل ليه العبار ديال الرويضه ولا واحد لي زوبسيون. هذوك العبارات اللي عاطين هما اللي شرحت لكم. انا عندي 17 ما كايناش هنا، هما فاش ما كتكونش عندك هنا كيعطيك واحد الباراميتراج كديرو. اشناهو هو هذا؟ كدير واحد الغوبير في الرويضه. انا داك الغوبير درتو بهذاك هذا ديال اللي كنتفخ به الرويضه. هذا هو الغوبير ديالي ياك، كندير واحد الغوبير خفر في الارض هنا بحال هكا، وكندير غوبير هنا. من بعد كنزيد الرويضه، خاص تجيب الدوره وتعاود توقف هادي هنا. ملي كتوقف هنا كندير واحد الخط هنا، دونك يولي عندي خط لهيا وخط هنا. هذوك جوج خطوط اللي ما بين هادو وهذا خصني نعبر بمتر شحال جات. انا قبيله عطاني هنايا، هي هادي، عطاني ما بين هذا وهذا 1675. فاش كيعطيك 1675 اشنو كدير؟ كتدخلها في هذا. دونك كتجي كدير اوكي، لا كتجي البارامتر ولا سيت سيتينغ، كتورك على الفوق باش دير اوكي. من بعد كتجي بحال هكا وكتكون عندك نتايا بحال دابا 16. شنو كدير؟ كتجي كتبقى تقلب ما عندك 17. دونك شنو كندير؟ كندير داكشي اللي وريتكم، كنجي لاوتر كندير اوكي وكندخل هاد العباره. هاد العباره كتقدر تبدلو بحال هكا، شتوه 1657 هي مترو و 675، وكتدخلها وكدير اوكي من الفوق. دون دونك دازت شي ايامات باش جربت هاد البرودوي هذا ديالهم اللي هو كونتور فيلو افيك فيل. عندكم تمشيو تركبوا كونتور كونتور بور فيلو، المهم كونتور سون فيل الموتور. الا ركبتي سون فيل الموتور ما يعطيكش داكشي اكزاكت، حيت دوك لي شون مانيتيك والكتريك وديك التخربيق ما يخليش لك يعطيك الكونتور داكشي مقاد. يقدر بدا يطلع يبدا يطلع في الكيلومتراج، يقدر يبدا يهبط المهم بغيت ستة. دونك ضروري اللي كنتي غتركبوا الموتور ديروا بالخيط، ما ديروش بلا خيط، ديروا بالخيط. دابا غنهضر على واحد الحاجات اللي هما اشنو عجبني في هذا واشنو ما عجبنيش. غنهضروا على القضيه اللي ما عجبونيش في الكونتور. الكونتور اسيدي فاش كتشعلو ياك كتخدم به، الوقيته اللي كتسالي منه كتبغي تطفي كيطفى اوتوماتيك. اه مزيان من بعد واحد 10 مينوت ولا 15 مينوت، ولكن الا بغيتي تطفيه انت مانيوالمون اشنو كيطا كيتريسيتي، يعني كيمشيو لك لي زوبسيون هذوك لي زانفورماسيون كاملين اللي هما الكيلومتراج مويان تريب صافي. حيت هو ديجا ما فيهش شي حاجه بزاف. حاجه اللي ما عجبتنيش هو ما فيهش فيتيس ماكس، فيه فيتيس انستونطاني، يعني شحال كتمشي بديك الساعه اللي انت فيها كيبدا يحسب، وما كيعطيكش كيعطيك لا موين وكيعطيك تريب ا، ومن بعد كيعطيك لا توتاليتي. هاد لا توتاليتي ما كتمحاش، كتمحى من لي زوبسيون، ولكن الا مشيتي تطفيتي مانيوالمون غيمشي لك كلشي الا تريب توتال. دونك هادي من واحد الناحيه. حاجه الثانيه اللي ما عجبتنيش هي ما فيهش الضوء، ولا كان فيه الضوء غياكل الحجر. دونك انا بالنسبه لي فيه الضوء ما فيهش الضوء، من الاحسن بلا ضوء باش يبقى الحجر كثر، حيت نورمالو في واحد الحجره كتكون هنا. حاجه الثالثه اللي ما عجبتنيش اللي هي صراحه راه قلتهم كاملين. دونك ما فيهش فيتيس ماكس كي تريسيتا و ريسيت، وحاجه الثالثه هي ما فيهش الضوء. الحاجه الزوينين هو سامبل ولي زوبسيون اللي فيه باش كيعطيك الكيلومتراج اكزاكت واعرين، حيت نورمالمون لوتيليتي ديال هاد لو كونتور هذا هو يعطيك داكشي اكزاكت. لكن تي غتشري واحد شينوا ب 100 درهم ولا 80 درهم ولا 66 درهم وما غيعطيكش داكشي اكزاكت، دونك راه ما صالح لوالو للزبل. انا شريت هذا من ديكاتلون، علاش؟ على ود هاد لوتيليتي ديال كتقدر تموديفي انت شحال بغيتي في هذاك الشيء اللي هضرنا عليه ديال على حساب الروايد، على حساب باش يعطيك داك الشيء تدقيق. دونك كان هذا هو الفلوق ديالنا، كنتمنى تكون استفدتي شي حاجه. بالنسبه للناس قدام ما تنساش دير شي لايك
بارطاجي مع الناس صحابك. بالنسبه لنا جداد تشاو ما لايكي وتابوناو. بالنسبه للفلوق الجاي غيكون ان شاء الله على التوب سبيد شحال نحطوا بهذا الموتور هذا نشوفوا شحال يحط لينا ونخدموا على هاد اللعيبات هادو اللي كنا هضرنا عليهم في الفلوق اللي كان. دونك خوتي قال لي نقول لكم عفار.